وانا عايز اقول هنا يعني محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجمعيه العامه امبارح بعمليه وقف الاقتتال والتهدئه او الهدنه. ده مهم قوي، لان طبعا حاله الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون لي يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الامور عن السيطره. وده امر انا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيره دخلت وتم اسقاطها اي مكان، المكان اللي هي جايه منه. انا حذرت قبل كده من ان اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحه المنطقه، والمنطقه كده هتبقى عباره عن قنبله موقوته تاذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم مصر دوله ذات سياده، وارجو ان احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمه اللي هقولها دي ملهاش معنى يعني تباهي او تماهي،